أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا حول ان مواريث الانبياء ومواريث رسول الله محمد صلى الله عليه واله وصلت الى امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام ومن بعده الى الائمه واحدا بعد الاخر وهي الان عند الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذه المواريث قسم منها العلم كالتوراه والانجيل والزبور وقسم منها وسائل معاجز الانبياء كعصا موسى عليه السلام والحجر الذي كان يضرب عليه وخاتم سليمان وقميص يوسف وما الى ذلك. هذه الامور كلها وصلت الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله ورسول الله في حياته قبل وفاته سلمها الى امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام. وايضا بعض مواريث رسول الله محمد صلى الله عليه واله. هذه التي لو كانت تبقى عند رسول الله صلى الله عليه واله الى حين وفاته كانت تنتقل الى ورثته وهم فاطمه سلام الله عليها البنت الوحيده التي بقيت بعد رحيل الرسول صلى الله عليه واله وزوجاته التسع اللاتي كن احياء حين وفاته فللزوجات مجموعا الثمن يقسم بينهن وسبعه اثمان يعني ما تبقى يكون لفاطمه سلام الله عليها فان الانبياء يورثون اموالهم بنص القرآن الكريم كما قال سبحانه وتعالى عن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وقال سبحانه وتعالى وورث سليمان داود على كل حال فهذه الأمور التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه واله واراد ان تصل الى الائمه من بعده هذه في حياته قبل وفاته وهبها لامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام بحضور جمع من الناس لكي يعلموا بان هذه الامور انتقلت الى امير المؤمنين بالهبه في حياه الرسول لكي لا يأتي احد وينازع امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في هذه المواريث. كان تأتي مثلا زوجه من الزوجات وتدعي هذه الامور، هذه الامور انتقلت الى امير المؤمنين قبل وفاه الرسول فلا تكون ارثا. او يأتي شخص ويقول مثلا انه سمع رسول الله يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث ويريد ان يستولي على هذه الامور فيقال له ان رسول الله صلى الله عليه واله وهبها لامير المؤمنين بحضور جمع من الناس في حياته فلم تكن حين وفاه الرسول ملكا له لكي انت تاتي وبهذا الحديث الموضوع تريد ان تسلبها منه. هذه الامور طبعا لم يكن لها تلك القيمه الماديه الكبيره وانما لها حاله رمزيه اضافه الى الجانب الغيبي المتوفر فيها. زيد احنا عندنا حديث هنا عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يبين تفصيل ما وهبه رسول الله صلى الله عليه واله قبل وفاته في مرضه لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. هذه الامور على ثلاثه انواع. النوع, النوع الاول وسائل الحرب التي كان يستفيد منها رسول الله صلى الله عليه واله في وقت الحرب كالمغفر الذي يوضع على الراس والسيف ولامة الحرب الدرع والراية وما إلى ذلك من أمور كان يستفاد منها في الحرب فهذه كانت عند بلال الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يودعها, كان يودعها عند بلال فحينما يذهب إلى القتال كان يأخذها منه فلما يرجع يسلمها إليه هذا القسم الأول. القسم الثاني أمور خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله، وهذه لم تكن عند بلال لعله كان دائما في المدينة يستفيد منها كنعله مثلا وثوبه وقميصه وما إلى ذلك الذي سنذكر تفصيله. هذه دعا بها لعلها كانت في حجرة من حجرات الرسول صلى الله عليه وآله. عند إحدى زوجاته مثلا فدعا بها فأتيت إليه القسم الثالث مجموعة من الحيوانات التي كانت لرسول الله صلى الله عليه واله كبغلته مثلا والحمار الذي كان يركبه وناقته وما إلى ذلك مما سنبينه سبعة من الحيوانات هذه كانت ملكا لرسول الله صلى الله عليه واله يركبها احيانا سواء في سفر او حضر هذه ايضا جيء بها وسلمها الى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بحضور من في الدار وكان ايضا في يده خاتم هذه الامور الثلاثه لم تكن مع رسول الله صلى الله عليه وآله لذا دعا بها أما خاتمه فكان في إصبعه فأخرج الخاتم من يده وأعطاه لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام فلبسها في حياته يعني أمره رسول الله أن يلبسها يعني ضع الخاتم في إصبعك في حياتي لكي لا يأتي أحد بعد ذلك ويدعي هذا الخاتم وهذا تشريف كبير لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. طبعا الرسول صلى الله عليه واله كما يظهر من هذه الروايه ومن روايات اخرى، كان مامورا بتسليمها لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، ولكن اكو مسائل اداب اجتماعيه الرسول صلى الله عليه واله كان يراعيها. العباس عم الرسول صلى الله عليه واله وكان اكبر سنا من رسول الله صلى الله عليه واله زين العباس موجود وهو حاضر في مرض رسول الله صلى الله عليه واله فرسول الله صلى الله عليه واله ابتدره بالكلام يعني عرض عليه ان يهب هذه الامور له مقابل امرين مقابل ان ينجز عدات الرسول صلى الله عليه واله وثانيا يقضي دين الرسول قال له هذه الامور تكون لك في مقابل ان تقضي ديني وتنجز عداتي الدين واضح انسان يحتاج الى مال لاي سبب من الاسباب يستقرض من احد مالا ليرجعه اليه مثلا هذا يسمى الدين او نوع من انواع الدين. العده الوعد بخير شخص لا يطلبني شيئا اقول له انه مثلا في المستقبل ساعطيك كذا من المال ورسول الله صلى الله عليه واله كان يعد كثيرا لكن لم يكن يمتلك المال الا القليل فكان حينما ياتيه المال ينجز العدات يعني يسددها فورا اذا في مغنم مثلا وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فجزء من الخمس يكون لرسول الله صلى الله عليه واله وكذلك ما كان ما كان الملوك وغير الملوك يهبونه الى رسول الله صلى الله عليه واله او ما كان الناس ياتون الى رسول الله ويهبونه له من غير قتال مثلا فدك واراضي اخرى صُولِحَ عليها رسولُ الله صلى الله عليه وآله فوهبها أهلها لرسول الله اللي الآية الشريفة تقول لا حق لأحدٍ في هذه الأراضي ما أفاء الله على رسولِه من أهل القرى هذا أفاء الله على رسولِه من أهل القرى زين الرسول ما كان يستفيد منه لشخصه ولو هذا ملكه لكن الرسول صلى الله عليه وآله كان يستفيد منه في موارد كثيرة هذه الآية تبينها تسعة موارد هذه أيضا حينما كانت تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينجز عداته منه منها أحيانا كان حقوق على رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقابل تلك الحقوق ب إعطاء بعض هذه الأموال لبعض الأشخاص مثلا خديجة رضوان الله تعالى عليها كانت ثرية وكان ثراؤها ثراء فاحشا فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه واله وبعد ذلك بعث الرسول وآمن به مجموعة من الناس الرسول صلى الله عليه واله أفنى ثروة خديجة في الإسلام ولذا اشتهرت هذه الكلمة لولا مال خديجة ونصرة أبي طالب وسيف علي لما قام للإسلام عمود ولا خضر له عود الفقراء من المسلمين الرسول صلى الله عليه واله كان يعطيهم من مال خديجة وهي التي اذنت لرسول الله صلى الله عليه واله لان يتصرف في ذلك، فافنى اموالها لنصره الاسلام. زين صار حق معنوي في ذمه رسول الله صلى الله عليه واله تجاه خديجه. زين الرسول ليس له مال وتوفيت خديجه فبعد سنوات فلما افاء الله على رسوله فدك الرسول صلى الله عليه وآله أعطى فدكا لفاطمة لأن المسلمين لم يكن لهم حق في ذلك الآية الشريفة تقول فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أنتم المسلمين لم تتعبوا ولم تجاهدوا لكي تحصلوا على هذا المغنم وإنما أهل هذه القرى وهبوها لرسول الله صلى الله عليه وآله على كل حال فكان ينجز عداته من هذه الأموال التي تصله وإلا هو الرسول إلى أخير حياته كان يعيش حياة الفقراء وكان يقول الفقر فخري صحيح تأتيه أموال من المغنم من خمسه أموال حدايا أموال صفايا لكن كان يصرفها في سبيل تقوية الإسلام زين فرسول الله صلى الله عليه واله كان باستمرار يعد الناس فلما تاتيه الاموال ينجز العداد كان يستدين احيانا لم يكن له مال يستدين فلما تاتيه الاموال كان يسدد الدين فالرسول صلى الله عليه واله لمساله اخلاقيه اولا لان هذا عم والعم له احترام اجتماعي واكبر سنا فهو اجتماعيا الاولى بان يعرض عليه هذا. هذا من جهه. من جهه اخرى ايضا قضيه دينيه، لانه بعد سنوات طويله 130 140 سنه حينما قام ملك بني عباس كانوا يستدلون على اولويتهم بخلافه الرسول صلى الله عليه واله بانهم اولاد عم الرسول العباس اولى من علي بن ابي طالب حسب زعمهم لان العباس عم وعلي بن ابي طالب ابن العم. طبعا هذا الاستدلال استدلال ضعيف جدا، اولا الخلافه ليست بالنسب الخلافه بتعيين الهي لذلك بعد وفاه الرسول صلى الله عليه واله بالاجماع لم تصل الخلافه الى العباس، لا احد يدعي أن العباس كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله سبع مئة كذا سنة يأتي أحفاده ويقولون نحن أولى بالخلافة لأن العباس عم الرسول وهو وارث الرسول صلى الله عليه وآله الخلافة ليست بالإرث الخلافة بتعيين من الله سبحانه وتعالى فتارة الله سبحانه وتعالى يجعل الخليفة من أقرباء النبي كما في موسى وهارون كما في سليمان وزكريا وكما في اسحاق واسماعيل وابراهيم عليه الصلاه والسلام واحيانا لا وبعد وفاه الرسول صلى الله عليه واله الله سبحانه وتعالى جعل الخلافه في امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام وحتى إذا أنت مو شيعي ولا تعتقد بذلك غير الشيعة يعتقدون بأن الخلافة لأبي بكر فأكو إجماع على أن العباس لم يكن خليفة الخلافة لا تورث هذا أولا ثانيا على فرض أنها بالإرث فالحكم الشرعي أن ابن العم الأبوين اولى من العم الابوي في الارث يعني مثلا احنا عندنا الارث طبقات الطبقه الاولى الابناء والابوين يعني اذا واحد مات عنده اب وام وعنده اولاد فهؤلاء يشتركون في الارث حسب النصيب والسهام التي عينها الله سبحانه وتعالى وشرعها في القران الكريم زين اذا واحد مات وابواه قد ماتا قبله وما عنده اولاد يوصل الارث الى الدرجه الطبقه الثانيه وهم الاخوه والاجداد زين اذا واحد ما له اجداد بيتين قبله وما عنده اخوه يوصل الى الطبقه الثالثه الاعمام والاخوال وابنائهم في الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال وأبناؤهم الأعمام أولى من أبنائهم الأخوال أولى من أبنائهم لكن بشرط أن يكون العم من الأبوين العم من الأبوين أولى من ابن العم العم من الأبوين يعني شنو يعني هذا العم أخو أبي الميت من أبويه أما إذا كان ابن العم من الأبوين والعم من الأب فابن العم أولى زين نجي إلى قضيتنا العباس ابن عبد المطلب وهو أخ لعبد الله ابن عبد المطلب زين أخوة عبد الله والعباس أخوة من الأب، يعني أبوهم واحد لكن من أمين. أم العباس تختلف عن أم عبد الله. فالعباس عم لكن عم من الأب فقط. أما أبو طالب والد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أبو طالب سلام الله عليه وعبد الله إخوة من الأبوين. يعني ابو عبد الله واب ابي طالب واخ ثالث عندهم اللي هو الزبير ابن عبد المطلب هؤلاء ابوهم عبد المطلب وامهم واحده فاذا ابو طالب وعبد الله اخوان من الاب والام فعلي ابن ابي طالب عليه الصلاه والسلام اخ من ابن العم من الابوين العباس عم من الاب وابن العم من الابوين اولى بالارث من العم من الاب فالقضيه هكذا اولا الخلافه ليست بالارث بتعيين من الله سبحانه وتعالى وثانيا حتى لو هي بالارث ابن العم الابوين اولى من العم الابي زين في هاي القضيه الرسول صلى الله عليه واله مضافا الى مراعاة الجانب الاجتماعي والادبي يعرض على العباس اولا هذه الامور مقابل ان ينجز عداته وان يسدد ديونه وايضا حتى بالمستقبل لا يجي واحد يقول احنا اولاد العباس واحنا اولى نقول الرسول صلى الله عليه واله عرض على جدكم فرفض والذي قبل ذلك هو الامام علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام، طبعا الرسول كان يدري ان العباس لا يقبل ذلك ولكن مراعاة للجانب الادبي والاخلاقي وايضا لهذا الجانب العقيدي او العقدي. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة الوفاة الله يتوفى الأنفس حين موتها يعني الأخذ أخذا وافيا كاملا إذا إذا واحد قتل أيضا توفي سم أيضا توفي الرسول صلى الله عليه وآله مات مسموما سمته يهودية في ذراعه خروف مشوي في قضية مفصلة لكن يطلق عليها الوفاة باعتبار ان الله سبحانه وتعالى توفى روحه. لما حضرت رسول رسول الله صلى الله عليه واله الوفاة دعا العباس بن عبد المطلب وامير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. طبعا بحضور جمع من الناس. فقال للعباس يا عم محمد صلى الله عليه واله. تأخذ تراث محمد يعني أتأخذ هذا عرض تأخذ تراث محمد تراث هذه الكلمة أصلها وراث لأنه من الورثة وراث كذلك الإرث أصلها ورث لكن الكسرة والضمة على الواو ثقيلتان لذلك قلبت الواو تاء في تراث وقلبت الواو حمزة في إرث تأخذ تراث محمد صلى الله عليه وآله وتقضي دينه وتنجز عداته فرد عليه جواب فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني شيخ كثير العيال قليل المال من يطيقك وانت تباري الريح تراث الرسول كان تراث واحد فقير لانه كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه واله كان يقول الفقر الفقر فخري ما تعطيني شيء قليل بس ديونك وعداتك كثيره وانا لا اتمكن من تسديد الديون وانجاز العدات إني شيخ كثير العيال قليل المال من يطيقك وأنت تبارئ الريح أنت تتسابق مع الريح يعني لكثرة ديونك وكثرة عداتك قال فأطرق هنيئة هنيئة تصغير هنو هنو يعني ساعة من الزمان يعني قليلا ثم قال يا عباس كرره هذا لإتمام الحجة يا عباس أتأخذ تراث محمد وتق وتنجز عداته وتقضي دينه؟ فقال بأبي أنت وأمي شيخ كثير العيال قليل المال وأنت تبارئ الريح. قال: أما إني سأعطيها من يأخذها بحقها. يعني يأخذ هذه ويؤدي حقها، الحق شنو هو اللي يؤدي؟ أن يسدد الديون وينجز العدات. من جيبه يسدد الديون وينجز العدات لأن هذه الأشياء الظاهر قيمتها المادية قليلة لا تساوي الديون والعدات ثم قال يا علي يا أخا محمد هنا قال يا عم محمد هنا يقول يا أخا محمد لأن الرسول آخا بينه وبين علي عليه الصلاة والسلام في قضية المؤاخاة المعروفة يا علي يا أخا محمد أتنجز عدات محمد وتقضي دينه وتقبض تراثه لمن قال العباس قال تقبض التراث وتنجز العدات وتقضي الدين كأنه مقايضة مقابلة لكن بالنسبة إلى أمير المؤمنين بالعكس تنجز العدات وتقضي الدين وتقبض التراث أخر التراث حتى لو ما كان يكون تراث بمجرد أن يقول لأمير المؤمنين أمير المؤمنين كان يقبل لأن الرسول صلى الله عليه وآله إذا كان يريد شيئا أمير المؤمنين لم يكن يقول له لا فقال نعم بأبي أنت وأمي ذلك علي ولي علي يعني إنجاز العداد وتسديد الديون علي التراث لي قال يعني قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فنظرت إليه حتى نزع خاتمه من إصبعه فقال تختم بهذا في حياتي الآن تختم به حتى باشر واحد لا يطلع يقول أنه هذا إرث وهذا كذا نحن نساء الرسول صلى الله عليه وآله أو لا بذلك أو أن الرسول لا يورث وأنت شلون هذا ماخذ لا الآن تختم به حتى الجميع يرون ذلك ويرون أني وهبت ذلك لك في حياتك قال فنظرت إلى الخاتم حين وضعته في إصبعي فتمنيت من جميع ما ترك الخاتم يعني فتمنيت يعني ما أنا أحببته هذا تشريف عظيم أن خاتم الرسول صلى الله عليه وآله يصلي فلذلك أحببته أكثر من سائر الأمور لأن هذا الشيء خاص برسول الله صلى الله عليه واله والشرف الذي فيه أكثر من الشرف في سائر الأشياء. زين ثم صاح يا بلال عليّ بالمغفر المغفر ما يوضع على الرأس في الحرب والدرع الذي يلبس القميص الذي هو من نسيج حديد يقي الإنسان من ضربات الأعداء والراية والقميص القميص هذا ظاهرا كان قميص يلبسه في الحرب وذي الفقار، ذي الفقار السيف يظهر من هذا الحديث ان ذا الفقار اعطاه رسول الله صلى الله عليه واله لامير المؤمنين في يوم احد لكن كان وديعه عند امير المؤمنين بعد ذلك استرجعها منه وكان في الحروب يعطيها وياخذها. فالسيف كان سيف الرسول لكن امانه بيد امير المؤمنين. فلما حضرته الوفاه وهبها لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بعد مو عاريه، لا هذا الك. وذي الفقار والسحاب، السحاب عمامه رسول الله صلى الله عليه واله التي كان يعتمر بها في الحروب. والبرد. البورد نوع قماش كان يحاك في اليمن، ايضا هذا كان من جزء ادوات الحرب يعني في الخروج الى الغزوات كان هذا البورد يلبسه رسول الله صلى الله عليه واله. والابرقه. الابرقه ثوب او قماش اما مقلم يعني لونيا بي أو هذا القماش لماع لذا سمي الأبرقة فيه برق كالبرق يعني يلمع زين هذه الأبرقة ثوب من ثياب الجنة كان أتى به جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يشدها في ظهره كالحزام في الحروب ولعلها حفظ وحرز من الله سبحانه وتعالى لرسول الله والقضيب القضيب يعني العصا التي كان يأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله في حروبه هذه لامة الحرب وسائل الحرب كانت عند بلال فرسول الله صلى الله عليه وآله دعا بلالا وأخذها منه ووهبها لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام زين فالرسول صلى الله عليه واله وهبها هذه لأمير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، قال فوالله ما رايتها غير ساعتي تلك يعني الابرقه لم يكن امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام قد راها لعل الرسول صلى الله عليه واله كان يتحزم بها تحت ثيابه، تحت درعه فجيء بشقه كادت تخطف الابصار. من نورها لأنها من ثياب الجنة فإذا هي من أبرق الجنة فقال يا علي إن جبرائيل أتاني بها وقال يا محمد اجعلها في حلقة في حلقة الدرع واستذفر بها استذفر بها يعني تعطر بها على معنى أو على معنى آخر يعني شدها حول ظهرك كالحزام واستذفر بها مكان المنطقة. زين هذه وسائل الحرب التي كان رسول الله صلى الله عليه واله في الحروب في الغزوات تكون معه وكان يستأمنها ويستودعها عند بلال فأخذها منه ووهبها لأمير المؤمنين بحضور الجمع من الناس الخاتم ووسائل الحرب. ثم بعد ذلك الامور الشخصيه النعال القميص القلانس وما الى ذلك هذا الشيء الاخر والشيء الثالث الحيوانات التي كان يمتلكها رسول الله صلى الله عليه واله ان شاء الله في حلقه قادمه نبين تفصيلها هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين